مرحبا، انا اسمي عمرو عصام وهتكلم دلوقتي عن فكره في لاب. نقدر نروح فين واحنا في البيت؟ سؤال غريب، لكن الاقرب لما اقول اننا نقدر نسافر اي مكان او زمان، في الماضي او في المستقبل، على الارض او في الفضاء، وكل ده واحنا في البيت. لكن ده ممكن يحصل ازاي؟ بدات الفكره لما طرحنا سؤال مهم جدا، وهو هل التعليم الإلكتروني بشكله الحالي بيقدم عملية تعليمية كاملة؟ للأسف كانت النتيجة لا، لأن مهما حاول المعلم أن يشرح أو يوضح التجربة فده لن يعادل أن الطالب يقوم بعمل وإجراء التجربة بنفسه في المعمل. لكن كان للتكنولوجي رأي آخر في المشكلة دي عن طريق تقنيتين يعتبروا من أهم وأعظم تقنيات العصر، وهما الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ومن هنا كانت الفكرة في استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في بناء معمل افتراضي يمكن أي طالب في أي وقت من أي مكان من تنفيذ التجارب العلمية الموجودة بالمنهج الخاص به، بالإضافة إلى تحويل النصوص والصور التقليدية التي تعبر عن مكان أو حدث تاريخي أو جزء من جسم الإنسان أو الكواكب والفضاء وغيرها من مجرد كلام وصور إلى مجسمات 3D مدمجة في البيئة أو الواقع الحقيقي الخاص بالطالب، ويمكنها التفاعل معها كما لو كان موجود في الحدث ذاته بالضبط.